مشاهدي قناة الشعب، قناة شوف تفاهم، مساءكم سعيد مباشرة من مدينة المحمدية مدينة الزهور. كما عهدناكم يعني جولة ليلية بأخطر شوارع مدينة المحمدية، جولة ليلية نناقش من خلالها أكثر المواضيع اللي عطات ضجة، أكثر المواضيع اللي الكل كيتكلم عليها في مدينة المحمدية مدينة الزهور. كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، نقلنا لكم بعد قبل قليل يعني وكانت الأحداث ديال آخر لمسات آخر استعدادات لصلاة الاستسقاء اللي غادي تكون يوم غد على الساعة 10 صباحا. كنتمناو هاد صلاة الاستسقاء تكون هي الغيت، نتمناو انها يعني تكون هي السبب باش يتعاطلوا الامطار، امطار الخير اللي غابت على الوطن ديالنا الحبيب. كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، فمباشره من مدينه الزهور مدينه المحمديه، كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، هادو هما اخطر شوارع مدينه المحمديه. فكنشوفوا يعني اليوم يعني يوم الخميس رواج كبير، حركه كبيره كما كتشوفوا معنا، يعني واحد الحركة كبيرة ما مسبوقاش، يعني رغم يعني كما كنعرفوا أن يوم الخميس الوسط ديال الأسبوع يعني كتكون واحد الحركة قليلة، بالخصوص أن احنا يعني في واحد الجو اللي هو بارد، واخا بارد الحال رغم برودة الجو، فهذا الشيء ما منعش أن ساكنة مدينة المحمدية مدينة الزهور أنها تخرج لشوارع المدينة يعني وتستمتع بالجمالية ديالها وتستمتع بالروعة ديال مدينة الزهور مدينة الورود مدينة المحمدية. كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، يعني مدينة الزهور لأقل من أكثر ما نقولوا عليها هي بقوا فيها غير الزهور بكثرة المعاناة اللي كتعاني منها هذه المدينة هذه. فكيف يعقل الإخوان أننا مدينة المحمدية اللي تحت اللي كتسمى مدينة الزهور اللي كتسمى مدينة الورود وغياب مساحة الخضراء، كتسمى بمدينة الزهور وردة هي الأخرى ما كايناش في هذه المدينة هذه. فكنتمناو من هاد الناس انهم يشوفوا من حال هاد المدينه هادي، كنتمناو من الناس المسؤولين ديال مدينه المحمديه انهم يجيو يشوفوا من حال مدينه المحمديه، حيت راها كتعاني في صمت، راها كتعاني، راه المدينه عمرت بالمتشردين، راه المدينه عمرت بالاطفال بدون ماوى، راه المدينه عمرت باردين الكتاف اللي لا خدمه لا ردمه ما كيلقى ما يدير في حياته، هز موس وخرج كريسي بنات الناس ولاد الناس. انا بغيت نعرف الاحساس ديال هاد الناس هادو اللي كيجلسوا بعضياتهم، انا بغيت نعرف الاحساس ديال هاد الناس. تلقى واحد لا خدمه لا ردمه، ما عنده ما يدار في حياته، كيهز جنوي كيبدا يتلقى البنات عباد الله ولاد عباد الله. انا بغيت نعرف هاد السيد الاحساس ديالو باش كتلقاه ما كينعس، كينعس 12 وحده الليل، كيف معرب بعد جوج العشيه ثلاثه العشيه ما كيلقى ما يدار، كيمشي كيبدا بمويه الاولى كيستفتح معاها باش يقولش ليها الوالدة الحنانة كاين شي ما يتكال بحال هكا، لا عطاته ما ياكل هو هذاك، ما عطاتوش ما ياكل كحلاتها، مشات فيها الميمة مسكينة، كتلقى مرا مسكينة النهار كله هي كتضرب في التمارة، النهار كله هي كتضرب في الكرفي، كاين اللي كتصبن، كاين اللي كتجفف، كاين اللي كتسيق باش تجيب الولدة هذيك 100 درهم ولا 50 درهم 70 درهم في النهار. وكاين بعض الولاد ما كيخافوش الله، كاين بعض الاولاد اللي ما كيعرفوش بينهم بين الله، كاين اللي عاجبه فمو يقول، كاين اللي كيعاير مو، كاين اللي كيضرب مو، كاين اللي كيسب مو، وكاين اللي كيسمع فمو. فالله يسمح لينا من الوالدين، ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما. فكنتمناو يعني الاخوه كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام مباشره من مدينه المحمديه، هذه مدينه المحمديه مدينه الزهور مدينه الرياضات اللي ولات كتعاني في صمت، اللي ولاو بعض الناس الله يهديهم خسروا الصوره ديال هذه المدينه هذه، بعض الشباب الله يهديهم خسروا الصوره ديال هذه المدينه هذه. ولينا كنلاحظوا بعض الشباب الله يهديهم يعني كتلقاه دري في عمره 14 15 عام خارج يعني للزنقه، الدين والمله كيعاير اللي خلقه كيعاير والديه، الحزام والتحت هم اللي كدوي معاه ما سوقكش، ابا وامي ما كيغوتوش عليا وتجي انت تغوت عليا. وهذه رساله للوالدين، وحدي اولادكم ربي اولادكم، اللي عنده شي ولدي تهلا فيه، اللي عنده شي ولدي قابلو. راه ولينا كنشوفوا بعض الشباب الله يهديهم ما بقاوش كيحشموا، راه ولينا كنشوفوا بعض الشباب الله يهديهم ولاو كيعايروا، تكسر الهضره
الحزام والجاج باش توصل بك الدرجه انك تسب اللي خلقك. فهنا ما كيبقى ما يشقال الاخوان باش كتوصل بنادم كيعاير الله اللي خلقه الاخوان. صافي حشار مريوصنا شويه راح شوما اننا كنلقاو بنادم كيخسر الله راح شوما اننا كنشوفو بنادم ما كيحشمش راح شوما اننا كنشوفو بنادم ما بقاش كيحترم راسو راح شوما اننا ولينا في 2023 وكتخرج وكتلقاو دريات كيحشمو ورجال كبار دراري بعقلهم كيحشمو ايوا كتلقاو واحد في عمرو 15 عام ما عرفش واش ما عندوش الوالدين واش ما ربوش والديه اش كيبدا يدير كان المعيور والسبان والحزام والجحش وما خفي كان اعظم. راكم كتشوفوا الاخوان الاحياء الشعبيه شنو كيوقع فيها راكم كتشوفوا يعني احياء الشعبيه شنو كيطرا فيها من مشادات كلاميه ومن مضاربات ومن معيور. راه شحال من واحد تقتل بسبب تخسر الهضره راه شحال من واحد مات بسبب تخسر الهضره. كتلقى واحد هو واحد مريحين في راس الدرب ما لاقين ما يدار كيهضروا كيهضروا ما كيلقاو ما يديروا. كتلقى واحد كيعاير موت الاخر كينقز كيقول لي علاش عايرتي لي امي الاخر تيقول لي حقا مال امك حقا هادي كيتشارقوا كتنوض عصاق. ايوا هذيك الساعه واحد كيضرب الاخر كيصدق واحد ميت واحد غادي للحبس. علاش المعيون علاش غنسبوا الوالدين ما فهمتش انا واحد امه مريحه في الدار وواحد كيسب ليه فيها. وكاين بعض الشباب هما اللي كيجيبوا المعيور لوالديهم كاين بعض الشباب اللي قليله تقول عليه هذاك يستاهل المعيار. هذا على الشيطان وخافوا الله وقبل ما تنسى اللي خلقك وداش عاير فيه. اش نقول لك الله يعفو على هاد الناس هادي ما بقى ما يعجبها الاخوان. الكوارث اللي ولينا كنشوفو في هاد المدينه راه ما يمكنش راه الوقائع اللي ولينا كنشوفو في هاد المدينه راه ما يمكنش. وكيف يعقل الاخوان ولينا كنشوفو دراري دري في عمره 17 18 عام كيجريسي وكيف يعقل اننا ولينا كنشوفو دري في عمره 14 15 عام خارج هاز موس وكيتلقى الدريات. وبلا ما نتكلموا على هذوك الشباب الله يهديهم كيوقف على الدريه قاري النمره ما عطاتوش النمره مشات فيها. شوف واش دير لها التليفون ولا يخسر لها وجهها ولا شنو يدير لها. بزاف الناس غيقول لك لا هاد الهضره ما كايناش خرجوا الاحياء الشعبيه وغنشوفوا. سول اي بنت غنجاوبك كتلقى واحد مسكين واقف بالزز شابع ما عرفش كميان ولا شابع سيليسيون خارج شنو قاري لي النمره. شحال كنتي في راسك بقات تاخذ نمره الدريه وهو الوقفه وما قادش يوقف وكتلقاه كيعاير وكيسب اه حقا انا تخدعتني النمره. الدريه مسكينه كتلقاها هي كتشوف الموس كتخاف كتعطيه النمره غلط ولا شو. ايوا هذيك الساعه كي بدا يتباهى راه عطاتني النمره انا كاين انا واعر. الله يرحمنا الله يشوف من حالنا الله يعفو على هاد الناس هادو هاد الوليدات هادو حتى راه هاد الولاد هادو ما غيعيقو ما غيفيقو تيلقاو التران مشى عليهم. راه هاد الولاد ما غيعيقو غيفيقو تيلقاو اللي عطا الله عطاه فات الفوت. هاديك الساعة غتشوف هذاك اللي كنتي واقف عليه كتكريسيه ولا أستاذ ولا طبيب ولا محامي شوف ما عرفت شنو ولا سهل عليه الله. ايوا ملي نسولوك انت شنو وليتي قول لي هذيك الساعة خديت النمرة. الله يعفو على هاد الوليدات. هادي رسالة ما نوجهاش لهذوك الشفارة الكبار هذوك باردين هذوك باردين الكتاف كتلقى واحد 20 23 خارج كيكريسي هذاك دخا هذاك كنتكلم عليه في عمر 14 15 عام. نحاولوا نراجعوا الأنفس ديالنا نحاولوا نراجعوا ريوسنا حاولوا اننا لك بحد ما ما فيهاش الفوت نتقاو الله ونراجعوا الاوراق ديالنا حضرك الدوله بعد غدا غيفوت الفوت هذيك الساعه غتولي تقول اش بداني
علاش انا ما درتش؟ علاش الناس كانوا كيقراو وانا كنت خارج كنجريسي؟ والغريب في الامر كتلقى كيجريسي ماشي على شي حاجه، كيجريسي باش في العشيه يشري ميكا ديال السيليسيون ويشري بها الفريد ولا الحشيش يخرج بها مع صحابه رفقاء السوء اللي حاشا واش تسمى هذوك صحاب، اللي حاشا واش تسمى هذيك رفقه. الله يعفو على هاد الناس. الى هنا مشاهدي قناه الشعب، قناه شوف تيفي، نكشف بهذا القدر على امل ان نلقاكم في بث مباشر اخر. شكرا والى اللقاء.